مشاهدينا الافاضل المتتبعين اينما كنتم نحييكم تحيه الاسلام سلام الله عليكم نرحب بكم في برنامجكم يورو ان ون. هذا البرنامج الذي يهتم بتحليل والحديث عن كل مباريات اليورو يورو سنه 2020 الذي اجل لسنه 2021 اي هاته السنه اليوم سنتحدث عن مباريات ربع نهائي وسنتحدث ايضا عن المباريات المقبله واي مباريات الدورة النصف النهائي سيكون معنا في التحليل المستشار الرياضي والمدرب في سيدالي اهلا وسهلا اهلا وسهلا مساء الخير مشاهدينا الكرام ومشاهدين الافاضل ونشكركم على هذه الاستضافة شكرا لكم على تقبل أنا محلل قناة الجزائر أنو عن الأستاذ ناصر عامر أهلا وسهلا مساء النور مساء النور جمهور الكريم متتبعي قناة الأنوار في حصة جديدة إن شاء الله نكون عندنا حسن ظنكم إن شاء الله يا رب إذا مشاهدينا سنتحدث عن مباريات الربع نهائي أي أربع مباريات التي شاهدنا فيها الإثارة والمتعة سنبدأ من أولى المباريات وهي مباراة إسبانيا وسويسرا مفاجاه سومر القائد بوسكيتس الركله الترسي اي سيمون جابرانوفيتش اولمو اولمو هاي هناي هناي الجاي الجاي سومر هنالك كانجي كانجي لا لا جيرارد 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 هناي في المرمى فارغاس اوناي لا إذا مباراة ممتعة كانت فيها سويسرا الند للند مع المنتخب الإسباني، شفنا فيها العديد من الكرات الضائعة خاصة بعد الطرد الذي عانى منه المنتخب السويسري. مباراة ربما يمكن أن نرفع فيها القبعة لحارس المنتخب السويسري الذي قدم مباراة تاريخية ولولا سوء الحظ في ضربة الترجيح وعدم التركيز من زملائه لكن سويسرا حاضرة في الدور النصف النهائي نبدأ معك فرجي هل ترى بأن المنتخب السويسري بهكذا آداء وبهكذا روح قتالية يستحق التواجد في الدور النصف النهائي رغم أن السيطرة كانت إسبانية الفرص كانت إسبانية وضياع الفرص أيضا كان من جانب واحد وهو المنتخب الإسباني هي في الحقيقة يعني المنتخب السويسري دار ما عليه وكانت يعني كما تقولوا كرة القدم كانت لحقاتو المستوى بمعنى انه اقصى حد وصل اليه اقصى حد وصل ولك. اليه نقص الخبرة نقص يعني كان الفريق الاسباني رغم انه ما 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 اداش مقابلة كبيرة وكان في متناوله الفريق الفريق السويسري نعم لكن شفنا المنتخب السويسري قبل الطرد كان يلعب على المرتدات، كان يلعب كرة جميلة، كان بامكانه انه يسجل الثاني وكان بامكانه انه يقتل المباراة. حقيقة يعني هذاك الارتدال يعني كان كان داير بلوك با الفريق السويسري، كان يتحمل المباراة ويروح في مرة ولا مرتين ولا هذا في المقابلة يروح بال كما نقول الهجوم المعاكس آه لكن الفريق الـ الـ الاسباني استحوذ على الكره يعني 66% في في المقابله يعني كان استحواذ كبير وكانوا فرص كثيره ل ترى بان هذا الاستحواذ هو استحواذ سلبي للمنتخب الاسباني هم يقولون انه استحواذ سلبي لان الفرق دوك الفرق لحقتها لاطاك يقولوا متعودين على الفريق الاسباني كيفاش يلعب نعم ومام يعني الـ المشاهد الكريم البسيط يعرف انه الاسبان راح يمشي الكره آه معليش نتكلم اون فرونسي آه يقول لك لاطاك بلاسي آه سي كونسيرفي بور ديزيكيبري ان ديفونس بيان بلاسي المهاجم المهاجم كيكون كي في المركز المحدد لا خاصه في البريسينغ يعني الضغط العالي المعمول راح يخلق ال راح يخلق الثغرات يعني <applause> هذا وخلقوا يعني الاسبان بهذيك الطريقه تاعهم اللي متعودين عليها كل الـ كل المتتبعين انه يعني راح يطولوا باسكو يلفوا اتر باسيون كي تكون كي دير لاطاك بلاسي ما راحش تهاجم راح تجري الكره من اليمين الى اليسار وتحوس على الثغره ولقاو ثغرات يعني كي نشوفوا باللي الحارس صامر نعم يعني حارس سويسري. دار مباراه تاريخيه يعني لو كنت تسجلوا هذوك الاهداف ما راحش ما نشوفوا باللي الفريق السويسري وقف الند للند للفريق الاسباني نعم استاذ نعم نصر بالطبع شاهدتم المباراه شفنا شاهد منتخب من اسباني نعم آه شرس هجوميا ولكن الفعاليه غائبه اعتماد على جيرارد مورينو والاعتماد على بعض المهاجمين الذين لا يمكن أن نسميهم من طينة الكبار هو ما جعل ربما لويس أنريكي يمسك قلبه في ضربة الترجيح شوط أول للفريق الإسباني كما قال الأخ سيد علي 64 مقابل 33 بالنسبة للاستحواذ هذا في الشوط الأول ولكن الشوط كانت فرصة بفرصة ما عدا الهدف اللي جاء مبكر اللي كان سجله على خطأ دفاعي آه نعم سجلوا زكريا ولكن زكريا. حتى هدف المنتخب السويسري جاء من خطأ دفاعي مش كيف شاكير. لا ماهوش خطا دفاعي لأ لان الكره لمست زكريا ودخلت لكن لا ب... اتكلم عن هدف المنتخب الاسباني بل على هدف تعديل المنتخب السويسري كان عن طريق خطا لا, لا مخدوم ثاني واحد اثنين و... ولكن شوف الشوط الثاني كان مغاير بالنسبه للشوط الامام حتى نسبه الاستحواذ في وسط الميدان ولات حوالي 55 45 ماشي كيما الشوط الاول وقف المنتخب السويسري الند بالند مع الاسبان ما كناش نشوفوا باللي الفريق الاسباني اللي كان من قبل يعني كيفاش يلعب وكيفاش هل يستحق المنتخب الاسباني التاهل صراحه صراحه لا يستحق كنت تشجع سويسرا في المباراه لا ما نشجع حتى ان اشجع الكره ولكن المنتخب الاسباني ربما أسوأ دورة حتى والحق المربع الذهبي أسوأ دورة أداها من ناحية اللاعب الموتشو يعني لويس إنريكي يعتقد ويقول بأنه أنا الآن أنا الرجل الأول أنا لا. نمبر لأنني لم أستدعي ولا لاعب من الريال كل الانتقادات كانت عليها الآن هو في النصف النهائي مع المنتخب الإسباني أخ نسيم هو هو لويس إنريكي يتفلسف بزاف يعني باللغة الدرجة الظهور تاعه في هذا الأورو من الظهور تاعو كمدرب متواضع. تعادلا في البدايه تاهل صعب امام مع من نعم مجموعة كانت سهله نوعا ما. سهله نوعا ما، ولهذا السبب انا اقول المنتخب الاسباني الفرص اللي كانت عنده مع سويسرا كانوا متكافئين. يعني نعم. كيما نقولوا هجمه بهجمه، هدف بهدف. خروج اللاعب في الدقيقة الخمسة 75 نعم خرج فرويلر وكانت ربما هي النقطة السوداء ولكن هل يستحق الطرد في تلك اللقطة؟ أنا أظن أن هما أدرى بهذا ولكن حسب رأيي بطاقة صفراء هي الأولى بالنسبة لريمو نعم للإشارة للمشاهدين أفضل أن الحكم عندما يعني يقرر ويعطي البطاقة الحمراء توجد غرفة آه الفار ويوجد الحكام الذين يكلمونه آه لاسلكيا وبالتالي من سابع المستحيلات انه يخطئ في قرار مثل هذا لانه قادر يتراجع عليه ولانه ايضا يوجد الفار كما آه ذكرنا. آه الاخ سيدي هل ترى بان البطاقة الحمراء لفرويلر هي بطاقة مستحقة ام لا؟ هي, آه هي كانت قاسية لكنها في الكرة يعني كانت قاسية للفريق السويسري لكن في الكرة كانت مستحقة. نعم يعني الحكم ساعة. لم يخطئ ولم يخطئ تقدير لم يخطئ نعم أه، تحدثنا ايضا عن دفاع المنتخب الاسباني الاخ سيدالي وقلنا بانه الدفاع لم يكن في المستوى والدليل الاكبر ان فرص السويسريه لم تكن بتلك ربما الشراسه الاسبانيه وبالتالي استطاعوا ان يعدلوا النتيجه وكان بامكانهم انهم يسجلوا هدف ثاني رغم النقص العددي. نقول يعني الفريق الاسباني كانت عنده ثقافه يعني في العشر سنين الأخيرة هدية هما يعني كان كانت الكرة تاعهم اللي هي لطاك بلاسي اللي تابع الفريق تاع برشلون وكانوا يلعبوا ان بلوك او يعني يرسلوا ليكيب ادفيرس تما بال الفوق هذا الضغط العالي المنافس عندما يتخطى وسط الميدان تصبح الخطوره اكبر واكبر بكثير عندما اكبر بكثير عدم وجود راموس اللي كان وعدم وجود يعني اللاعبين اللي كانوا ترى بانه لابورت وتوريس يقدمون مستوى جيد نوعا ما بالمقارنه اذ لم طبعا نقارن ان وجد راموس بنقص المنافسه انا حسب رايي الشخصي راموس يقدم الافضل والافضل عندما يكون حاضر حتى وان كان من دون فريق <applause> شوف هي هي اللي هنا يعني لابورت اللي يلعب فيها في الفريق تاعو هو عنده بلوك ميديوم يعني في النص لكن راموس وتعودوا على البلوك او هو وبيكي تعودوا على البلوك او يعني يلعبوا فوق فوق هذا سي هاد هاد الشيء يعني كي يضيعوا الكره الفريق الاسباني إسبان. راح تكون خطوره وهذا لعدم وجود يعني لاعبين مختصين في هذاك كيفاش يريكيبيري ولا بال في, نعم في مكانهم كانوا متعودين يعني مثلا بوسكات عنده حنكه في وسط الميدان لكن من ناحية دفاعية ضعيف جدا هي 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 دوكاتيك منظومه دفاعيه ماهوش يعني واحد ولا اثنين يعني يكون واحد ما يعني لاعب ما يتمركزش راح يكون توتان ديزيكيليبر راح يكون انفاي راح تخلي الفريق ما يعني غير متوازن نعم كي يكون يعني شو آه لاعب ما خرجش في الوقت المناسب ولا في المكان المناسب باسكو آه راح يصرى الخلل راح يصرى الخلل وتشوفوا يعني تشوفوا يعني وهذا هو اللي نخشاو عليه يا المنتخب الاسباني في خاصة أمام المنتخب الإيطالي في المباراة خاصة دل دل أمام الفريق نعم. الإيطالي أستاذ ناصر تفضل رغم خروج ريمو فلاير في الدقيقة 75 لم يظهر المنتخب الإسباني في الدقيقة حتى الدقيقة 90 و95 ما ظهرش بالمنتخب القوي حتى وكان هناك تفوق عددي في الميدان. كانت الهجمات السويسرية ممكن ب 11 ب 11 ولا ب 10 ب 11. مظهرش يعني حتى للوقت الإضافي ربما عاهد الإرهاق بعشر لاعبين ما هو السبب برأيكم؟ هل ترى بأنه ربما المنتخب الإسباني ليس بذلك المنتخب المرعب؟ الدليل أنا من زمان لم أشاهد إسبانيا بتغييراتها لا يدخلون طبعا أتكلم مثلا الذي سجل ضربة الجزاء الأخيرة وهو أوريا أوريازبال الذي يلعب في نادي ريال سوسيدات أتكلم عن جيرارد مورينو الذي يلعب في فياريال هناك بعض الأسماء عندما نقارنها نجد مثلا المنتخب الوطني الجزائري عنده اسماء تماثلها في المستوى والله اخي قلت لك في الحصه الاولى لو كان المنتخب الجزائري في اوروبا لكان يدير اسم هذه المره كان يوصل حتى النصف النهائي والنهائي الفيلسوف غلط لما خرج مراطة مراتا سيان جوار بالون سون بالون يسجل ولا ما يسجلش يعمل لك ثغرات نعم جيرارد مورينو ف... لم يقدم ولا شيء. ولا شيء شوف خروج موراتا بالاثر السلبي بالنسبه اثر على الهجوم الاسباني. نعم. في كل مباراه يلحق المنتخب الاسباني بس يسجل اربعه اهداف ولكن المنتخب الاسباني ما هوش بالمنتخب اللي كنا شايفينه منذ 10 سنوات او منذ خمسه او سته سنوات. نعم شفنا دخول, دخول مورينتي في وسط الميدان في مكان كوكي. هل اعطى ثماره في اعطى الوقت أعطى, اعطى ثماره لان المنتخب السويسري كوكي لا يعرف ان يعرف اللاعب بدون كره يعني كوكي دائما لا يعرف التمركز في وسط لانه عنده مركزين يعني مختلفين يقدر يلعب في الجهه اليوم ويقدر يلعب في وسط الميدان ولكن المنتخب السويسري اي لاعب دخله يمشي لانه كان منقوص عدديا والارهاق البدني اللي كان عند الاسبان اكثر منهم الاخرين لعبوا ب 11 والاخرين ب 10 هذا اثر كثير اي لاعب يدخل راح يمد لو بليس نعم اي لاعب يدخل، انا اظن المنتخب الايستاني الاسباني ما يستحقش باش يكون في المربع الذهبي. انا هذا واش نقول على حسب ما انا وفي الى ذلك الحارس صامر ولكن اكنجي اكنجي ورودريغيز قدموا مباراه رائعه فعلا فعلا من احسن اكنجي الى لو سافوار الى لو سافوار جيري سا ديفونس كيف يتمركز حتى اللاعب وسط الميدان كيف يمركز فيه يتكلم معهم آه زكريا وفرويلر وشاكيري وش... كانوا في وسط الميدان خاصة زكريا خاصة نعم. زكريا خروج تشوف... زكريا كان مجازفة من المدرب السويسري نتكلم جلوه. عليه نعم لماذا انا من ذاك نقول وش به المدرب هذا نحى زكريا حتى اللي دخل في مكانه ما عطاه والو طبعا من زكريا حتى انه زكريا لم يكن كاساسي في المنتخب السويسري ولكن ادى مباراة رجولية رغم الكرة... رغم انه الهدف جاء من عنده موش من عنده كرة ثابتة ضربت فيه ودخلت نعم كان تسديده من جوندي البا ما عندوش ذنب ولكن ادى مباراه لا باس بها يكونش هو اللي يخرج نعم نبقاو في هدف المنتخب الاسباني ونعود لك الاخ سيدالي شفنا تسديده عشوائيه ان لم نقل آه ضربت في زكريا ودخلت المنتخب الاسباني لو لم يستطع أن يسجل هدفا مبكرا ألا ترى بأن معطيات المباراة كانت ستتغير لصالح المنتخب السويسري الذي سيلعب بأريحية كبيرة لا يجازف من الناحية الدفاعية يلعب ربما على المرتدات وبالتالي المنتخب الإسباني سيعاني أكثر وأكثر الهدف المبكر أمام بين قوسين المنتخبات الصغرى يعطيك أفضلية ولكن أفضلية لم يستفيد منها إريكي واشبال هي حقيقة يعني وكان بان الفريق السويسري بعد تلقيه الهدف المبكر هذاك يعني اخلط الاوراق تاعو، يعني هل يخرج راح يعاود يعدل يدافع يعني اصبح هناك عدم تركيز وعدم تمركز تاع الفريق السويسري يعني على جل الهدف هذاك اللي تلقاه في مبكرا لكن الفريق الاسباني يعني مهما يكونوا ما نقصوا اللاعبين تاعو وما راهمش بهذوك اللاعبين بالارمده تاع اللاعبين اللي كانت منها لا يقعد فريق اسباني عنده ثقافته عنده يعني ما ي... عنده بيتكوفيتش المدرب السويسري يستحق كل التقدير والاحترام اعطانا دروسا من الناحيه التكتيكيه في هذه الدوره بفريق لا نقول مكون من النجوم لكن فريق متكامل فريق يلعب كمجموعه يلعب ككتله هو يخلق العديد من المشاكل للفرق المنافسة كنت قلت صراحة لك مقبل قلت باللي يعني بالك هذا هو الصومي تاعهم مي الفريق السويسري بين باللي يعني كي تخدم تنجح يعني نعم. كي تخدم بلاعبين يعني ماهوش معروفين على الساحه العالميه نجحوا ولحقوا كانوا قادرين يروحوا هما للنصف النهائي لو راحوا للنصف النهائي راح تكون عليهم ربما ضغوطات كبيره خاصه انهم لعبوا الان مبارتين بالوقت الاضافي وبالتالي لا يمكن ان نتوقع ان المنتخب السويسي سيذهب بعيدا نعطيك نعطيك برك يعني لعب لعب ولا الانسان لا مورفولوجي يعني نعم. يكون فرحان ودار حاجه داناليكس بلوا كما يقولوا نعم حقق انجاز حقق انجاز الجانب البدني راح يتخبى شويه يعني بمعنى يعني يعني انه تلك الحراره الحراره وتولي كما نقولوا احنا ريانا بيرتو تاغاني راح تولي لهم حاجه وحده اخرى راح راح يكون لهم شوف لواحد اخر مع فريق ف لو كان لو كان الفريق سويسري يعني ما كاش لو كان في الكره لكن نقول لو كان جازوا كانوا تما يديروا المفاجاه لو كان جازوا كانوا يديروا المفاجاه نعم نعاود نعم لك استاذ ناصر في وسط الميدان شفنا دخول الكانتارا دخول متاخر جدا تياغو الذي يبدأ في وسط الميدان الذي يفتح لك المجالات الذي يمرر تمريرات سحريه لماذا إنريكي لم يعتمد على تياغو الكانتارا وبقي معتمدا على كوكي راح لك على تياغو تياغو كان يلعب مع موراتا اظن بان ان المنتخب الاسباني راح يسجل اكثر حتى ويكون مع فرق احسن من سويسرا قلت لك اللي انريكي يتفلسف عنده فلسفه وحده يعني خارقه ما هوش في برشلونه هذا مر... هذا منتخب وطني ومنتخب وطني يتكم... يتكون من لاعبين اسبان الذين... الذين... ربما عندما يجدون العديد من التغييرات ست تغييرات عندما تذهب للوقت الاضافي يقولوا عندك ست تغييرات في المباراه ولكن... ربما يريد ان ان يستفيد من هذه التغييرات من اجل ان يضمن الج... من الجانب البدني خاصه اللاعبين اللي لعبوا كثير ولكن... في المباريات الاولى انت انت في حصله يا اخي مقابله متعادله دخل كي عمل لي دخل دخل بشيلعب بشيلعب لي اللي كندخل ان جوا كي كيغاميل لو بلوس ماشي ندخل لاعب باش يلعب ندخل لاعب باش يجيب لي الفايده ولكن حنا وش شفنا بالنسبه للويس انريكي كان كان يدخلوها باش يلعبوا فقط انت تخرج مراط وتخلي تياجو في 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 البدلاء نعم والله يقول لو ما تاهش الفريق لو كان قعدوا ب 11 لانه الفريق السويسري كان تائها لمده 30 دقيقه نعم. من النقص العددي والنقص البدني لو كان انا كنت نشوف كان قاعد 11 ب 11 ربما الفريق السويسري هو اللي يتاهل ولكن اي تاهل بالضربات الترجيح ضربه الحظ هنا ب... هنا نقول لك من هذا المنبر بان الفريق الاسباني ماهوش احسن بكثير حتى واستحواذ اللعب كانت كبيره ماهوش احسن بكثير من المنتخب السويسري المنتخب السويسري متكون من لاعبين اللي يشطوش في البطولات الكبرى. نعم. حتى نجد, نجد بعض الاسماء التي اللي. التي ربما تنشط فيها البطولات الكبرى مثلا امبولو، نجد مثلا شاكيري، نجد شاك... رودريغيز، نجد اكنجي و... شوف شاكيري يلعب نجد يلعب ربع ساعة مع ليفربول 10 دقائق نعم وجيت مجد... راح نسألك حول شاكيري الذي آه نعم. ربما قدم ما عليه وأكثر في المباراة، لكن الجانب الم... البدني جعل المدرب السويسري يخرج كل مرة يخ... هو شاكيري كل مرة راه يخرج المدرب السويسري عنده نظرة مليحة نظرة شاملة على الفريق وخاصة عليه محرك أساسي شاكيري في الفريق هو عبارة عن نبضة القلب كي ينبض اللعب يتخدم عليه وإنما من جانب البدني ما نقول لك ضعيف هذا هو حده سبعين دقيقة وهذه المرة لعب ثمانون دقيقة أول مرة من اللي بدأت البطولة اللي قعد ثمانين دقيقة ولولا خروج اللاعب بالبطاقه الحمراء ما يخرج شاكيري. شاكيري معروف في الدورات هذه الكبرى حتى هو ما يسجلش بزاف هو اللي يعدل, يعدل النتيجه لا عنده هدفين في هذه الدوره. من اللي بدات الدوره عنده هدفين وتمريره حاسمه. نعم. هذا واش عنده شاكيري؟ وانما الدور اللي يلعبه حتى المنافس يحسب بالشاكيري ألف حساب. هو معروف بالضربات القويه اللي عنده نعم عنده, جو عنده, قوه بدنيه هائله وقوه في التسديد ايضا وهي اللي تعطيه ربما الفارق في مثل هكذا مباريات قبل ان ننتقل الى المباريات المتبقيه شفنا الحارس سيمون الذي انقذ وعاد باسبانيا من بعيد واهلها الى الدورة النصف النهائي، هذا الحارس الذي لم يقدم ايضا شيء الكثير في هذه الدورة لكن الجانب البسيكولوجي الذي لعبه انريكي كان مهما جدا في هذه المباراة، ان لم نقل كان مهما لهذا الحارس خلال هذه الدورة ككل لأنه قام بأخطاء كبيرة، تلقى هدف غريب وعجيب ربما وقد صنع الحدث، شفناه أنقذ فريقه وربما أهله إلى الدور النصف النهائي. هي في الحقيقه في ضربه الجزاء كان يعني اختصاصيين و يعني لحد لحد الساعه مازال ما كاش يعني التكهن في ضربات الجزاء وسموهم ضربات الحظ وسموهم ضربات الحد يعني يقعدوا ضربات الحد يعني كي نشوف مبابي انا يعني, يعني يسجل في كاع لي سياسيون في لي ماتش اون بلان كورس دار يعني ما يقدرش يسجل في يعني سيتياسيون ستوندار وحاش منا انا نقعد يقعدوا دائما عندي ضربات الحظ ولكن الحارس كاين حراس اللي يعني عندهم اختصاص يعني اختصاص ان نقول الروح يقولوا ذهني سيمون من المختصين في ضربات الجزاء لانه شفنا التمركز تاعو داخل المرمى طريقه تعامله مع المهاجم لم يكن في مكان واحد عندما يريد اللاعب ان يسدد شفناه ينتقل من اليمين لليسار وهذا كدليل على ان اللاعب لا يمكن ان يختار الجهه التي يسدد فيها وهذا كدليل ايضا على ان هذا الحارس عنده قدره على الارتماء على الكره بسرعه كبيره وبالتالي خلاهم يخرجوا على المباراه في ضربة الترجيح حقيقه هو يعني ولك امام لويس انريكي أه شاف بلي الفريق تاعو أه ماهوش الفريق هذاك اللي اللي راح المقابلات راح ينجح فيهم في راح يتاهل في في 90 دقيقه ولا بالنسبه ليه الدور النصف النهائي انجاز لويس انريكي ويحتفل من طريق من طريقه احتفال نلاحظ بانه انريكي فرح كثيرا بهذا التاهل وبالوصول لنصف النهائي استاذ ناصر من المفروض كما نقولوا باللغه دار جاي دير, دير زرد الاسبانية آه لويس اريكي كنا نتكلموا على ضربات الجزاء احسن لاعب في الميدان بوسكينس احسن لاعب من جهه سويسرا اكونجي الاثنين آه ما سجلوش يعني باش تشوف ضربات الترجيح على ترى بان رودري رودري قدم عليه اكثر في المباراه فعلا لا لا لعب مليح آه يعني رودري افضل الله. من بوسكينس حتى في الاحصائيات آه كان آه مره وتغير صح ولكن بوسكينس آه المايسترو هو لاعب بناء مي, نعم. مي صح ما يجيبش الكورات يعني ما يجريش وراء الكورات من لما تجي لعندو عنده في عمره الان 33 سنه حوالي والله 33, 33 سنه والله يعني والله يعني ما يقدرش يقدم لك الكثير في وسط الميدان لا لعب. لا لعب. المتراجع اللي لو نعم. تاعو اللي جوه اللي كان يلعب معهم بوسكات باش كان شوف حين حتة حتة تغير مع الأجيال انا معك أه لكن بشك. انا ارى بان رودري يستحق ان يكون الافضل في وسط الميدان مقارنه ببوسكات انا اقول بوسكانس في مده 120 دقيقه كما دقيقة الدقيقة الأخيرة حتى ولو كان مريض كورونا وعاود رجع وعاود كذا مي أظن أن بوسكيس أحسن لاعب في إسبانيا هذا والدليل الأكبر على أنه كل المباريات التي شارك فيها فاز فيها المنتخب فعلا الإسباني فعلا فعلا هذا واش حبيت وسجل 10 أهداف في مباراتين في مباراتين نعم والمنتخب السويسري سيد علي أنا أظن يعني كان عنده مدرب مليح وكان عنده لاعبين بدلاء يعني اللي ما عندوش البدلاء لو كان عنده بدلاء كان قادر يصنع الفارق. كان قادر يصنع الفارق. نعم،, نعم. 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 إذا سيمون قد أنقذ إسبانيا وأنقذ لويس إنريكي وأهل المنتخب الإسباني على حساب المنتخب السويسري. وتأهل البعض يقول بأنه غير مستحق، والبعض يقول بأنه إسبانيا يجب أن تكون في النصف النهائي، ولا وجود لاسم سويسرا في نصف نهائي اليورو، لأنه متعة اليورو ستنقص كثيرا. أه نتكلم عن المتعه ومن منكم لم يشاهد تلك المباراه التي جمعت الطليان بالشياطين الحمر بلجيكا مباراه ممتعه شفنا فيها نديه كبيره وفرص عديده واهداف ايضا دعونا نشاهد با 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 جول من حفره استلم راوغ وسدد وسجل كيس من حفره دخل من حفره خرج زينيو زيني زينيبا زيني با با إذاً الطليان أسقطوا الشياطين الحمر بكل نجومهم، مباراة كانت كبيرة لإنسينيا الصغير الذي أسقط الكبار منهم لوكاكو ومنهم كل دفاع الطليان أو كل دفاع المنتخب البلجيكي، أقول الذي كان الحاضر الغائب في تلك المباراة بأخطاء بدائية جعلت المنتخب البلجيكي يقصى بكل نجومه. من اليورو نبدا معكم آه في الرقي سيدالي هل ترى بان المنتخب البلجيكي بكل الفرص التي ضيعها لا يستحق التاهل لانه يعني المنتخب الطليان لعب بجرينتا تكتيكيه آه بدنيه آه حتى من جانب اللعب كان ممتع وكان رائعا وكان يستحق الفوز بنتيجه اكبر ربما نقول الطليان له في في مكانه كما يقولوا له في مكانه آه لانه طليان آه الاونه الاخيره راهو داخل في 27 مقابله بدون انهزام ولا يعني راهم في صحوه آه خمس مقابلات خمس آه آه خمس انتصارات بثلاثيه وثلاثيه من سجل 11 هدف آه وتلقى هدفين يعني الفريق الايطالي راه في مكانه ويستحق يستحق, آه يستحق آه التاهل بجداره ولا الشوط الثاني المنتخب البلجيكي عاد وهدف لوكاكو اعاده قبل نهايه الشوط الاول الشوط الثاني عاد كانوا 2-0 كانوا 2-0 ولوكاكو سجل في الدقيقه الاخيره من الشوط الاول صح بعد العود الله و2-1 بهدف لوكاكو لوكاكو عن طريق ضربه جزاء نعم لكن لكن الايطاليين عرفوا كيفاش يسيروا المقابله عرفوا على بالهم بلي الفريق البلجيكي راح يمد ورغم عنده الأرمادة على اللاعبين كما قلت، و بلوكاكو بدي بروين شفنا شفنا اسم دوكيو الذي قدم مباراة, مبارأة كبيرة كبيرة, كبيرة جدا، كبيرة أكثر من قام بمراوغات صحيحة خلال مباراة واحدة في هذا اليورو بثمن مراوغات هذا الشاب في عمره 19 سنة فقط 19 سنة يعني، يعني الفريق البلجيكي يعني كان كنا واحد اللي يتمنى يتمنى يتلاقى به يعني في, في النهائي مع الفريق الايطالي نعم رغم يعني لوجود ارمده تاع لاعبين ولا كاليتي تاعهم ولا يعني واش قدموا لكن هذه هي هذه نعم هذه, هذه هي, هي كره, هذه كرة القدم, القدم وهذه هي الكره في نعم تلاقي الكبار بيناتهم يجب يعني ان نفقد واحده نعم راح تروح في جزئيات رغم ان قلنا الشوط الاول كان بالطول والعرض للفريق الايطالي لكن بعد تسجيل الهدف تاع لوكاكو والشوط الثاني حاول الفريق البلجيكي العوده والحق واسمه ما ننساش الحارس دوناروما. روما اللي يعني قام بتصديات خرافيه دونا في ربما تصدي دي براين هو افضل تصدي له في مسيرته يعني الكرويه لتلك التسديده اللي كانت من خارج منطقه دي برين آه يعني هذا هذه التصديات اللي لانهم يعني عاونوا بزاف الفريق وكانت تقدر ما تكونش النتيجه 2-1 للفريق نولي للفريق الايطالي فريق ايطالي الحاجه اللي خلاته يعني يتعامل مع المقابلات اللي جات عندهم عندهم ارماده من اللاعبين وعندهم يعني مستوى عالي في يبدلوا الاستراتيجي يعني يبدلوا دو طاكتيك ولا إذا دخلت انا زوج مرات ثلاث مرات لت حتى الـ حتى الـ حتى المنافس ما يعرفش الفريق هذاك شنو يلعب ما يعرفش من منظومه يعتمد عليها من منظومه وش من يعتمد, يعتمد عليها اشكو راه يعطاك ويدير بلوك با ما يروح بالكونت وما يدير لك لاطاك بلاصي دا يعني فريق بدنيا حار كما نقولوا احنا واجد وزيد عندهم لاغرينتا نعم بدنياً, بدنيا كان حاضر وايضا ذهنيا كان حاضر المنتخب الايطالي والدليل ما وصل اليه من نتائج استاذ ناصر شفنا نقاط ضعف كثيره للمنتخب البلجيكي مقابل نقاط قوه كثيره للمنتخب الايطالي ربما اولها موني الذي شوف كان غائبا تماما عن المباراه انا اقول ربما المنتخب البلجيكي لم يكن في يومه كان غياب اللي اثر كثير على الفريق وكذلك اللاعب دوبرين اللي كان مصاب ولعب بتلك الشراسه كان يلعب فوق جهده ما كانش يمد واش عنده لكن قدم, علي قدم عليه قدم ما عليه ولكن التقديم تاع دوبرين كان قادر يقدم اكثر لو لم يكن, قادم يكن مصاب ولم يكن مصاب نعم ضيف الى ذلك المنتخب الايطالي كان احسن في جميع الخطوط الثلاثه خاصه دفاعيا لم اتكلم عن الاستحواذ على الكره اللي كانت 58 42 لصالح الايطاليين نعم لوكاكو لم يظهر حتى وانه سجل ضرب الجزاء انا في رايي ضرب الجزاء خياليه كان ضرب جزاء اخرى احسن من هذه لكن كانت تم تعرقل دوكي داخل منطقه العمليات ولم تهدى ضربه الجزاء لماذا؟ شوف الدور اللي لعبوه اللي انا اجد بانه ضربه الجزاء كانت صحيحه حتى لو صحيحه والثانيه اصح منها المنتخب البلجيك. للمنتخب البلجيكي للمنتخب نعم. البلجيكي اصح منها علاش تمد هذيك وما مديتش له عامل تاع الحكم يلعب دور في في الدورات الكبرى هذا لا لا لكن يوجد فار يوجد يوجد ربما الان صعب على الحكم انه ينحاز لفريق على فريق المهم المهم المنتخب البلجيكي لم يظهر الدور المشرف في هذه المباراه انا كنت حاسب أن راح يكون الند الندم مع الفريق السؤال الإيطالي. المطروح هل ايطاليا كانت قويه ام بلجيكا كانت ضعيفه ام الاثنان الايطال في هذه الدوره أنا ما يكن في الدور الاول لكن بعد مرور المجاولات المنتخب الايطالي يستاهل ويستاهل باش يكون في الدور النهائي كانت اقوى كما من بلجيكا استاذ ناصر كمعلومه المنتخب الايطالي ولا مره تاهل للنصف النهائي ولم يتاهل يعني تاهل ثلاث مرات تاريخيا الدور النصف النهائي ثلاث مرات وصل النهائي يعني. ربما بحنكة المدرب راح يوصل ان شاء الله للنهائي ولما الفوز رغم لان المباراه اذا تاهل المنتخب الانجليزي راح يلعب في في بلد ولا في في ويمبلي سنصل في الفقره الثانيه من البرنامج مشاهدينا لتكهنات الضيوف سايضا نتكلم عن المباراتين المتبقيتين للربع النهائي مباراة جماعة المنتخب الإنجليزي بالمنتخب الأوكراني ومباراة أخرى جماعة المنتخب طبعا المنتخب الإنجليزي بالمنتخب الأوكراني وأيضا منتخب التشيك بمنتخب الدنمارك المنتخب الممتع الذي أبدع في هذه الدورة وسنتحدث ربما عن التفاصيل التكتيكية في هذه المباراة بحد ذاتها أي مباراة بلجيكا والمنتخب الايطالي جينجل ونعود اليكم